اترك أي مجلس نغمة ومزمار، شرني غمس القلب خبذه نفينا، واتبع طريق المصطفى صاحب الغار، كان تبغى الفوز صدقه يقينا. صاحب الغار هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم بلا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد المرسلين، خاتم المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اسمه كل يوم على الأذان، يرفع كل يوم اسمه على الإقامة، تذكر اسمه في الصلاة. حتى اللي يبي يدخل الإسلام جديد لازم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وسيد بلد آدم. يقول الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يقولون كل الطرق تؤدي إلى الهلاك إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الله شرع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تكون حياتي مدار 24 ساعة مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة وسيرة وسريرة؟ كيف تكون حياتي بس مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة أبو هريرة بن عباس كبار الصحابة كانوا إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا الصادق المصدوق. الله يقول صدق المرسلين، وهو خير وهو سيد المرسلين. هرقل لما جوه المشركين وسألهم قال لهم أيكذب؟ يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا. قال إذا لا يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. أبو بكر رضي الله عنه لما جوه قالوا له أما سمعت ماذا يقول صاحبك، يعني يقصد رحلة الإسراء والمعراج، قال ماذا يقول؟ قال يقولون أنه أسري به إلى بيت المقدس. قال هو قال؟ قالوا نعم. قال إذن صدق الصادق المصدوق بأبي هو وأمي. في يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث على أصحابه، هو داخل المسجد، فرفع صوته قال اجلسوا، لعل بعض الصحابة يعني ما سمعوا فرفع صوته مرة ثانية أخرى، فقال اجلسوا. جلس الصحابة، كان عبد الله بن رواحة ذلك أحد النقباء وشاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الطريق يمشي بيدخل المسجد، فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المسجد يقول اجلسوا، فجلس بن رواحة في وسط الطريق. حدث النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وخرج، فلما خرج فإذا بن رواحة جالس في وسط الطريق، فقال له استغرب من جلسته، قال ما أجلسك يا بن رواحة؟ قال يا رسول الله سمعت صوتك من داخل المسجد تقول اجلسوا فجلست. فابتسم النبي وقال يا بن رواحة زادك الله طواعية لله. حتى يقال أن أحد السلف أو أحد التابعين كان كل يوم يأتي لطلابه في الدرس ويقول البارحة أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، استغربوا كل اللي يراه في المنام. فقام واحد من طلابه راح له قال يمكن بيته فيه شيء أو في بركة، فراح للعالم هذا أستاذهم وقال له أنا صار لي ظرف وأبي أنام عندك، قل يمكن لو نمت ببيته أشوفه. ففهم العالم مقصد ذلك الطالب، حط له عيش وعشاه وكثر له الملح، بل عشان دب العيش ملح ولا جاب له ماء. هذا طالب نام وهو يبي ماء وقال للعالم، والعالم قال له إن شاء الله داخل وتركه. فيوم قام الصبح قال له ها شو علومك؟ العالم يسأل الطالب قال والله إني بخير الحمد لله، لكن البارح حلم إني بنهار ومياه. قال نمت وأنت تفكر بالماء بسبب الملح، وأنا أنام وأنا أفكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي في المنام وأنت رأيت الماء في المنام. فكل يعني كل على ما يحب، إن المحب لمن يحب. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ربي وسلامه عليه مؤدبا مع الله جل جلاله في خطبة الجمعة، من يهده الله فلن يضلل ومن يضلل فلن تجد له رشيدا، ما جاب طاري الله ثاني مرة، ذكروا في الهداية. وحتى الجن كانت مؤدبة، قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما جابوا طاري الشر ما جابوا ذكر الله جل جلاله. حتى الخضر وموسى حتى الغلام قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، ما قالوا الأمر هو الله، بس هم قالوا انسبوا الشيء لهم، قالوا خشينا يرهقهما. ما في خير لو دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شر لو حذرنا عنه. أي خلق حسن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي خلق سيء النبي بعيد عنها أشد البعد. هذاك يقول أبا سأل اللي خاطره دوم محتاس، جرب مزامير وجرب ربابه، هذا طريق أولها إفلاس، دينه مع دنياه ضيع شبابه، واركب طريق الدين والدين نوماس، المنهج اللي صفوة الخلق جابه، سيد المرسلين بأبي هو وأمي محمد.